اللعبة مجانية 100% بدون رأس مال، بدون رأس مال يعني ما تحط درهم من عندك، والأروع أنها حقيقية. صراحة بزاف ديال المرات كنلقاو بزاف ديال الألعاب اللي كيقول لك تربح تربح دير، يا إما كيكون خصك ضروري تحط الفلوس في الأخر، يا إما مي كتجي تسحب ما كتسحبش فلوسك. لكن هاد الألعاب مجانية 100% وكتسحب فلوسك، وأنا ما نجيش نقول لك أنك كتسحب فلوسك في الأخر ما تقدر تسحب، وإنما تقدر تسحب، ونوريكم الإثبات علاش. حيت أنا ديجا خدامة فيهم، هي ما كاينش لعبة وحدة، كاين بزاف ديال الألعاب، وإن شاء الله نحاول أنني نعملكم فيديوهات عليهم وفيهم السحب ديال بصح، ونوريكم أنه ديجا الالعاب اللي كنت كنلعبهم كنسحب منهم وعندي الفلوس فيهم، والامور ديالي غدا مزيان لدرجه واحد اللعبه دابا واصله اكثر من 50 دولار، ونوريها لكم حتى هي بالاثبات باش تاكدوا. بالنسبه لي الصراحه خصكم تستغلوا هاد الالعاب، علاش؟ حيت راها فكره مجانيه، واي واحد فينا كيكون عنده شي لعبه في التليفون كيلعب فيها وكيضيع بها الوقت، فعاود انك ما تضيع الوقت وما تستفدش منه. هي كتلعب كتلعب، بعدا لعب شي لعبه اللي تكون حقيقيه وفيها ربح، واللي تقدر انك تجيب لك واحد مبالغ اللي ماشي كبارين طبعا بزاف، ولا نقول لك راه تربح هنا وترجع ملياردير، وانما واحد الارباح اللي كتكون زايده ليك وراه حاجه مزيانه. وقبل ما نكملوا، بالنسبه للناس اللي ربحوا في مسابقه ديال الدام ديال الفيديو السابق، عطيت لكم هنايا هاد الفلوس ديال الاشخاص. اذا بغيتي حتى انت القناه ديالك تدعم، فما عليك انك تعمل لايك لهذا الفيديو وتخلي لي تعليق فين تحت في الكومنتيرات الراي ديالك في هذا الفيديو، وان شاء الله كنختار ثلاثه وكندوزو في الفيديو القادم. المهم انا الفكره كنشاركها معكم راه مجانيه، بغيتكم انكم تدخلوا تستافدوا منها، حاجه اللي ما تاخذش منكم وقت، حاجه اللي ما تاخذش منكم فلوس باش انكم تخدموا، وحاجه اللي بالعكس تقدر انك تسلى بها في عوض انك تلعب لعبه لو ما تدخل منها. راه كنعرف الناس اللي ديجا كيدخلوا فلوس من هاد الالعاب، وانا وحده منهم، وراه نوريكم اثبات، نوريكم كلشي، ونوريكم السحب واي حاجه. واللي عنده شي سؤال ولا ما فهمش شي حاجه خليه عليه في التعليق، ان شاء الله نجاوبه. ودابا بلا ما نطول عليكم ندوزوا للشرع على بركه الله، فيلا بينا. اليوم غادي نشارك معكم هاد اللعبه. هاد اللعبه راه حقيقيين السحب منه، ماشي هادي، كاين بزاف ديال الالعاب فحال هاد الطريقه. كاين الالعاب اللي كيضحكوا عليكم وما كيعطوكمش فلوسكم، ولكن فحال هاد الالعاب ديال بصح كيعطيو فلوس. علاش؟ حيت انا ديجا مجرباهم ومشاركتو معاكم وعجبوكم بزاف، والناس خدامين بهم. وباش نوريكم الاثبات قبل حتى ما انستالي هادي، المهم كيف انستالي ونخليها تانستالا ونمشي معاكم نوريكم انه ديال بصح انا سحبت من داك الالعاب. جوا عندي هادي كريزي وورك لايف، بلات نحيد الصوت باش تسمعوني مزيان. تشوفونا عندي 56000 نقطة، اللي كتعادل 560 درهم مغربية، وراه ديجا سحبت. المهم كما كتشوفوا نوريكم انني ديال بصح كنسحب ماين. ندخل الباي بال ديالي دابا، تشوفوا في السكرين وتشوفوا الاسماء ديال الالعاب، تجبروا ان هادي ديجا كنسحب منها، وكاين العاب اخرين اللي ديجا كنسحب منهم. بالنسبة لهادي نوريكم الاسم ديالها، غنمشي للعبة اخرى. هادي ديال البيتزا اللي كياكلو بيتزا، راه ديجا كنت شرحتها معاكم، وتا هي كندخل منها، وتا هي تشوف الاسم ديالها في الباي بال ديالي، وكنسحب منها كنسحب مرة. انتوما تشوفوا السحب هنا بلاتي، مرة كتقدر تسحب 3 دولار، 5 دولار، مرة 15 دولار، على حسب شحال ما جمعت. هادي دابا ما جمعاش بزاف فيها حيت كيما كتشوفو ديجا سحبت، ولكن اخرى شفتو عندي فيها 56000 نقطة اللي كتعادل 56 دولار، يعني 560 درهم. دابا غنقوز للعبة جديدة نشرحها لكم، علاش؟ حيت هاد اللعبة الصراحة هادي جديدة، علاش نشاركها معاكم بالضبط. هادي فيها الربح كثر من هاد جوج اللي وريتو لكم دابا سابقا. هادي كتخدم واعرة، المهم مي كتيليشارجيوها في التليفون ديالكم غتطلع لكم على هاد الشكل، تسكيو هنا في اغري اللي في الغوز، اطلع لكم اول مره على هذا الشكل. خصنا نجيو هنا الاكونت، نفتحوا الحساب ديالنا باش موراها نخدموا عادي. نمشيو حنا لجوجل ولا اختاروا فيسبوك ديالكم، المهم انا هو تفتح حساب ديجا عندي. هنا ابجريد، وهنا لوغي دراو، وهنا كاين فريند. هنا فريند اذا بغيتي تانفيتي الاصدقاء ديالك كتانفيتيهم، واذا بغيتي هنا كيقولوا لي ندير شي كود ديال شي صديق ديالي باش ندي 100 ديال ديك الجواهر، وهاد الجواهر هما اللي كنحولوهم فلوس كوينز بعدا. فهنا هاد الدواره هادي تشوفوا هنا باقي ما فتحوليش الخانه ديال السحب اللي فيها باي بال. علاش؟ حيت باش يفتحوها لك خصك ضروري تفتح حساب وتكمل هاد الصندوق واحد مره، وتدور هاد العجله شي 7 مرات. انا نعدد داكشي كيفاش كنخدمو، كنبقاو نكليكيو هادو كما كتشوفوا انه داك الصندوق هو كيتزاد. هاد اللعبه اللي عجبتني سريعه بزاف، ماشي بحال الاخرين، الاخرين تقال شي شويه، ولكن هادي سريعه لواحد الدرجه راه كبيره، وكتقدر تبدل الشخصيات من هنايا. هادي كتفرج لواحد الاعلان باش كيسرعوا لك اللعبه. من بعد ما تسالي الاعلان نحيدو من هنايا، وكتشوفوا انها رجعت
دابا انا ما كنكليكيش في الشاشه وهي خدامه راسها حيت انا زربتها مورها هي خدامه. نمشي هنايا ندورو هاد العجله سبعة ديال المرات، كل مره كتشوف اعلان كدور سبع المرات مورها يتفتح لك السحب. انا ندورها ونرجع لكم ونوريكم السحب اللي يتفتح لي. دابا اجي نوريكم بخباركم، انا كنت كنشرح لكم حصلت على 348 ديال النقاط. الصراحه هذا الشيء كيخدم بواحد السرعه اللي واعره بزاف. هنا انا ديجا تشوفوا انني دورت سبعة ديال المرات العجله وكل مره شفت الاعلان. هنا راه ديجا فتحت حساب معكم، دورت العجله ستة مرات، فتحت واحد الصندوق اللي هو هذا باش كتبقاو تكليكيو يعني كتخدموا. فنجي هنا نكيف هاد الصندوق وندير ابجريد، فهنا درت ابجريد وندير اوكي. كما كتشوفوا تزاد عندي جولد شوب ويدراو والباي بال وفين نقدروا ويدراو. علاش مين نجيو نديرو باي بال ندير ويدراو؟ يقولوا لي انك باك ما وصلتيش لهذا العدد النقاط، وكاع مين نوصل له يقولوا لي ما تويدراويش نيشان في الباي بال. علاش كيجين هاد جولد شوب هذا كتكون مثلا جمعه 5000 نقطة 50000 نقطة وكتحول لهاد هاد جولد شوب هو هاد الموقع هذا. ومن هنا من كنحولوها كجبروا عندنا هنا باي بال وكنقدروا اننا نتكيو في الباي بال وكنقدروا اننا نسحبوا 3 دولار 5 دولار 15 دولار. انا ديجا سحبه وكنستنى انهم يوصلوا لي. ها هما كما كتشوفوا انا ديجا سحبه 15 دولار. اللي عجبني في هاد التطبيق علاش؟ حيت هو واخا تخدم بزاف ديال الالعاب موراها كتحول فلوسهم كاملين هنا وكتسحبهم دقه واحده، فهمتوا؟ هادشي اللي زوين يعني واخا تجمعي كل لعبه فيها واحد دولار كتسردو من هنايا وكتجمع كتجبر راسك جمعتي 5 دولار يعني وكتحولهم كاملين الباي بال ديالك والباير ديالك والامر سهل. وكما كتشوفوا انه الطريقه ديال العمل فقط كليكي، كاع ما بغيتيش كليكي انت كتعطي شي واحد من عائلتك خوك الصغار ولا فقط كتستخدم هادو اللي هنا بلاتي عفوا هاد الصناديق اللي هنا كتفتحهم وكتستخدم هاد الثواني هادو باش انهم كيبقى يكليكي راسو وانت جالس هو كيكليكي فعاود ما تبقى تخدم بصبعك. وهاد اللعبه صراحه سريعه بزاف ويعني كتشوفوا انا مي شرحت لكم يكون زيرو ودابا في الشرح قسمو داي بسيطه وعادي شرح يعني ماشي خدمت تكون كيكليكي ولا وصلت 348 جوهره اللي هما اللي كنحولوهم الدولارات كما وريتكم. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى ان هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. كذلك استفدتوا منه بزاف، شوفوا فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو في راسكم وسلام.